بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي ليك يا كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن احمد الهلال. اهلا وسهلا. مبروك للنادي الاهلي كابتن على الفوز والاداء والنتيجه، وهارد لك لنادي اسوان. النهارده طاقم التحكيم، خلينا نشوف الاول طاقم التحكيم عشان هنقف شويه على طاقم التحكيم كابتن اسامه، نتكلم على محمود البنا. النهارده كان محمود البنا حكم الميدان، كان معاه حكم مساعد احمد حسام طه حكم دولي. المساعد رقم 2 احمد نوفل وحكم دولي ايضا. الرابع كان ابراهيم محجوب من منطقه بورسعيد. كان على الفار محمد الصباحي وكان عمر فتحي كابتن شريف. هنقف شويه عن البنا كابتن شريف، وهنقول كلمتين ونقيم هذا الحكم في قبل ما نروح للحالات التحكيميه. البنا كابتن اسامه دي ثالث مباراه يديرها للنادي الاهلي هذا الموسم. ادار مباراه الاهلي والاتحاد، احتسب ركلتين جزاء ابلال. النادي الاهلي لو تفتكر النادي الاهلي كسب 3-0 على الرغم ان هو حسب ركلتين جزاء على النادي الاهلي. المباراه الثانيه كانت الاهلي وانبي لو نفتكر، لان النادي الاهلي كسب 1-0 والفار جابه في حاله ياسر اللي هي حاله لمسه اليد، راح للفار ورجع ما حسبش وكان قراره كان صحيح. هذه المباراه اللي هي المباراه الثالثه ليه، مباراه الاهلي واسوان. خلي بالك البعض يرى ان هذه المباراه سهله، لا المباراه ما كانش سهله كابتن بلال، لان لحد ما اتحسبت ركله الجزاء لنادي اسوان كانت المباراه ممكن تبقى 2-1 وكانت تبقى صعبه، ولكن هي سهله بعد هدف قفشه اللي هو الهدف الثالث. طيب محمود البنا كابتن ايمن، عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا. عارف اللاعب لما بينزل يستمتع بالمباراه، يستمتع بادائه، هو ده النهارده اللي احنا مش عارفين نوصله لحكامنا. كيف يستمتع الحكم بادائه النهارده البنا بينزل يستمتع كابتن بلال بالاداء، ما هوش نازل مشدود ولا هو نازل عصبي ولا هو نازل، لا هو راجل بيستمتع بادائه وبالتالي ما عندوش ضغوط. خلي بالك مباراه تطلع بدون انذارات، دي نمره واحد. نمره اثنين، مباراه بيحتسب فيها ركله جزاء في الدقيقه 42، دي حاجه قرار مهم. نمره ثلاثه، شوف تواجده وشوف تحركاته وشوف قراءته للملعب، شوف الفوقان اللي هو فيه. خلي بالك انا مش بشيد بالبنا، لا البنا خلي النهارده جميع اللاعبين يا كابتن اسامه النهارده عندهم قناعات باداء الحكم، مفيش اعتراض ولا من اللاعبين ولا من الجهاز الفني، كل قراراته كانت سليمه. حتى كمان النهارده الفار ليس له دور في المباراه. انا بقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ لان احنا عاوزين حكامنا تنزل مباراه تبقى انت بتجتهد وتتعب وتركز، مش عاوز يعني تكون عندك غيره ان الفار ما يدخلش في قراراتك، دي مهمه جدا. النهارده هو البنا بيعمل الشغل دوت، نتمنى طبعا كل حكامنا النهارده يعملوا الاداء دوت. هنشوف الحالات اللي هو ادارها النهارده والحكام المساعدين في الحالات اللي هي احتسبوها وساعدوا فيها. الحاله الاولى عند احمد حسام طه الحكم المتميز. شوف هنا الكره تتلعب ناحيه اليمين، سمح وعمل الديلي احمد حسام طه، وبالتالي هنا رجع اشار على التسلل. التسلل هنا تمركز احمد حسام طه تمركز جيد جدا جدا جدا. خلي بالك ممكن حكم تاني يرفع كابتن بلال يقول لك ارفع، ولكن احيانا بتلعب على المضمون. ليه؟ ما اضمنش ممكن يكون هو في موقف سليم ويجي جون، يبقى انا قتلت اللعبه ليه؟ فهو سمح ورجع خد القرار الصحيح بالتسلل، اذا تسلل صحيح في هذا القرار للحكم احمد حسام طه. الحاله اللي بعد كده، شوف هنا الحاله اللي جايه ونشوف هنا كهربا. شوف قد ايه هو بيرتقي فوق، بس عشان بس نوضح هناك فرق بان المهاجم يرتقي فوق للاعلى ويطلع للكره ويلعب، وبالتالي ده انا بطلع بعمل تكف حتى لو ايدي لمست، ده هو ده وضع ايدي الطبيعي. ولكن هنا المدافع خلف مين؟ خلف كهربا. كهربا طلع خلاص مفيش مشكله وركب وحط الكره، هدف سليم 100%. بحيي طبعا حكم الميدان وحكم الفار كابتن عادل في هذه اللقطه، اللي ممكن لو ما حدش عنده خبره يجي يجيب الفار ويعمل مشكله، لا هدف كهربا هدف سليم. ليه؟ انه ارتقى وطلع لعب كورته وما فيش اي مخالفه ارتكبها اثناء تسجيل الهدف. شوف هنا طلع لعب، وبالتالي هنا الراجل هو اللي جاي كمان ومش قادر يطلع، وبالتالي ما طلعتش، انا طلعت وخدت كورتي، هنا ما فيش اي مخالفه على محمود كهربا. الحاله اللي بعد كده نشوف، وهنا بنلخص كلامنا يا كابتن ايمن. كابتن شريف الله يخليك، خليك معايا في اللعبه اللي جايه ديت. ستوب،
قبل ما نروح لاي لعبه خالص، خليني بس مع البنا بعد اذنك، خليني مع البنا الاول، شوف التحرك ستوب. هنا بنلخص كلامنا كله كابتن شريف، اين الحكم؟ صح، اين الحكم الذي لديه الرؤيه والتوقع والقراءه الجيده والزاويه الجيده المفتوحه عشان يشوف المخالفه؟ كان ممكن بدل ما يبقى هنا كان ممكن يجي هنا مثلا، او كان ممكن يروح هناك، ولكن هو عنده قراءه. احنا بنقول قراءه ليه؟ ده تعليم للحكام يا كابتن شريف، امتى تروح في المكان عشان تستكشف المخالفه. طيب هل في مخالفه ولا ما فيش؟ نشوف هل في مخالفه ولا فيش. بس انا حبيت اجيب لقطه التمركز البال. الحاله الاولى طبعا هنشوف هنا سكوت من لاعب اسوان، هنا نشوف الحاله اللي جايه. هنا القدم اليسرى كابتن اسامه واضحه قوي، صح، بيتعرقل هنا. بص هنشوف هنا، بص نمشي 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 في الركبه، رجل العكسيه للشمال في القدم بتاع لاعب اسوان، ركله جزاء. هو لم يتردد، صفر ومفيش كلام، وعنده خبره من اشرف، وعنده طبعا طبعا طبعا. خلي بالك اشرف لو ما اديش رجليه دي، خلي بالك اللاعب في وسطي كام لاعب، واحد اثنين ثلاثه كتير، ولكن طبعا ركله جزاء صحيحه نتيجه تمركز الجيد لحكم المباراه. انا بحييه على هذه اللقطه اللي هو كان واقف بشكل جيد جدا جدا في هذه اللقطه. هو هنا كابتن بعد اذن حضرتك ليا سؤال بعد اذنك. اتفضل. ماشي نكمل اللعب، نكمل اللعب. طبعا هي ركله جزاء خلاص. هنا عندنا حاله في اخر مباراه. ماشي. نشوف الحاله اللي جايه، اخر حاله نشوف هنا شناوي. عشان بس البعض اللي بيطلع يتكلم كلام يقول لك اصل الشناوي كان فيه مش عارف زقه ولا كان فيه، يا جماعه الشناوي طالع عامل ازاي؟ بص يا بلال، بص يا كابتن شريف، الشناوي رايح لفين يا كابتن؟ كرة في ايده، اعلى نقطه، ماشي اعلى نقطه اهو، خد الكوره اللاعب اللي راح يخبط فيه، خلاص خد الكورته وراح مطلعها خلاص. ما يحدث بعد كده، انا ماليش علاقه بيه، حتى لو اللاعب سقط انا ماليش علاقه بيه. كان قرار ايضا صحيح لمحمود البنا وحكم المساعد حكم احمد نوفل. بشكل عام ادوا المباراه بشكل جيد. زي ما قلت ما حدش حس بالتحكيم يا كابتن، ما حدش حس بالبنا، حد حس بيه؟ لا، ما راحش للكاميرا ولا طلبها، ده الكاميرا هي اللي راحت له. يا كابتن ناصر على فكره احنا واحنا نفسنا بنتكلم بعد المباراه بنقول الكابتن محمود البنا دي حقيقه من افضل الحكام في مصر، وحتى لما بيخطئ ما بتحسش انه يعني تحس ان هي خارجه عن رؤيته او ايده او، فهو حكم مميز طبعا. حقيقي صح. طبعا طبعا انا كان بلاك كنت عاوز اقول حاجه، بلاك ولا حاجه؟ لا لا لا، عايز اقول بص البنا بقاله فتره تمام مركز، يعني مركز بشكل كويس تمام، وبيحاول يطور من نفسه، وده شيء يحسب له كابتن. والنهارده خد بالك النهارده برضو الحته اللي انا عايز اقولها، القرار بتاع البينالتي هو ضدنا ضد النادي الاهلي، بس القرار هو ما احتاجش فيه للفار، خد بالك يعني ما احتاجش ان هو يروح، هو خد القرار وكان متاكد ان هي ركله جزاء عشان كده راح تمام بالزبط. من غير بقى ما يسال ويستنى ووداني وخرجنا وخرجنا عن المشاكل يا كابتن بقى الفار وتعالى كده. خد بالك هو علينا البينالتي علينا، لكن طالما فير تمام، ما عندناش خلاص مشكلة. احنا ما عندناش مشكله، ما عندناش مشكله كابتن، عشان لما يجي لنا بنالتي ما يبقاش برضه عندي ازمه مع الحكام يعني. صحيح. بخصوص كلامك كابتن ايمن، اخد من بلال حاجه واحده بس، وهنا في الاستوديو التحليلي يا كابتن زي ما بنقول اللي علينا بنقول اللي لينا، بنقول النهارده علينا ركله جزاء صحيحه. صح. عشان احنا هنا ما بنجاملش، احنا بنقول العداله مطلوب ايضا من التحكيمي هو يحقق العداله لكل الفرق. بمناسبه التحكيم يا كابتن سريعا بس، السؤال اللي انا كنت عايز اساله لحضرتك، احنا شفنا كوره قفشه اللي هو كان متسلل وكان واضح انه متسلل، ولكن اللاينز مان ساب الكره تتلعب والحكم ساب الكره تتلعب. امبارح شفنا لقطه في مباراه الداخليه واتحاد سكندري كابتن محمد الحنفي ركله جزاء احتسبها، الكره هترجع تاني مره اخرى للمهاجم الداخليه بالزبط. كان ممكن يجيب منها جول اضاع عليه فرصه احراز هدف، الله اعلم ممكن هو هدف محقق تمام، وفي نفس الوقت لما رجع للفار الغى قراره اللي هو كان فيه ركله جزاء وادى الكوره لحارس مرمى نادي اتحاد سكندري. الحاله ديت كابتن هناخدها في المحترف يوم الجمعه ان شاء الله، مش عاوز احرقها، ولكن انا باكد كلامك هو عايزين نحرقها النهارده. الحنفي عامل يا كابتن؟ حنفي هي اولا مش ركله جزاء، هي اجت في الايد كابتن شريف مظبوط، بس هو كان نازل، ولكن عندي المهاجم عنده فرصه هيسند كده ويحط جون. انت معايا؟ بقول يا حنفي انت حكم كبير، سيب اللعبه يعني سيبها تمشي تكمل، وبعد كده الفار هيجيبك. ولكن انت عندما تصفر على اللعبه كابتن اسامه
خلاص قتلت اللعبه. صح. وبالتالي لما رجع الفار، الفار قال له لا مفيش فيها لمسه يد، ضايع الايد، الايد داعمه وسنده. عايز واحده والنبي المحترف كمان اتفضل. لو انا جبت جون كويس وبعد الجون رحت قلع الفانيلا وكمان ده، وراح الفار مرجع الكره وقال الكره اوف سايت او فيها اي عله او اي حاجه، تمام الانذار، الانذار اللي خده الكابتن، الانذار 10 على 10. طب كابتن عادل، طب قول. لا انا عايز اتاكد بس. هقول لك كابتن خروج عن سلوك، عشان ده سلوك غير صح. بص كابتن، الكون بيقول لك ايه؟ لو اللاعب سجل هدف صح كده كابتن، سجل هدف وبعدين خلع التيشيرت خلاص، حتى لو الكون اتلغى كابتن بلال او اتحسب هياخد الانذار، هياخد الانذار. ليه؟ بنعتبرها ده سلوك غير رياضي. صح. بيحاسب عليه هذا اللاعب. وبالتالي كابتن شريف برضك بيدي سؤال للجماهير. كابتن ايمن، انا في النهايه بحييك، بقول مبروك النادي الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله نبارك النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت يؤدي نفس الاداء ويؤدي نفس النتيجه ويفرح كل جماهير مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا. شكرا كابتن. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي واسوان في الجوله رقم 19 للدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0 عن جداره واستحقاق وتربعه على القمه منفردا. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق ان شاء الله المباريات القادمه باذن الله، بدايه من سان داونز يوم السبت ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن، شرفتني. كابتن ايمن مبروك، وقبل ان شاء الله ما نبارك لبعض يوم السبت باذن الله، يا رب ان شاء الله ونعمل مباراه كبيره اللي انا حاسس بيها ان شاء الله قدام سان داونز. يا رب ان شاء الله ربنا يستر. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر يا كابتن. مبروك يا كابتن، ومبروك الاداء المميز الشوط الاولاني، وان شاء الله نبارك لبعض في صدق. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامة عرب، شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرا ايمن ومبروك، وان شاء الله بالتوفيق في مباراه سان داونز. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال، شكرا يا كابتن، شرفتني. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك، مبروك من الاهلي. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى ورقه حياتي.